هنا من الصور دخول ايضا الجماهير الى ارضيه الملعب. هذه لقطه اخرى، يعني اطفال صغار وجماهير ايضا دخلوا الى ارضيه الملعب في دخول هكذا فجائي، ويعني يوصلون التحية مع اللاعبين هنا، ايضا الزملاء بالشركة الوطنية لدعوة الفوز المغربية الذين كملوا التابع على الكاميرا قريبة جدا من رؤوس المتفرجين. عموما هنا السيل جارف من المشاهدين والمتفرجين الذين جعلوا من المدرجات مكان نوعا ما مغاير للمكان الذي يتابعون من خلاله هذه المباراة. سيل من الجماهير على أرضية الملعب، نتابع هذه الصور غاية في التأثير صراحة، ربما أمور خرجت عن السيطرة الآن، حتى الحكام واللاعبين غادروا أرضية الملعب. عن صور لم نعهدها بالدوري الوطني المغربي ولا بدورياتنا، نتمنى أن يتم تصحيح هذه الأمور حتى القمة التقنية، سواء للرجاء الرياضي أو للكوكب المراكشي غادر أرضية الملعب. الآن أصبح الملعب قبلة لكل الجماهير. طبعا هذه الصور تتابعونها مباشرة من هنا من مدينة دار البيضاء بملعب مولاي رشيد، اختلاط الحابل بالنابل. طبعا هناك أيضا زملائي بالقناة الرياضية متواجدين بعين المكان، الزميل شمسي، طبعا إدريس مستقيم، وأيضا خالد ياسين للتغطية لأطوار هذه المباراة على أرضية الملعب. نتمنوا ضبط الأمور. ربما من خلال التقارير الإخبارية القادمة سنواكب معكم باقي المعطيات والمستجدات الخاصة بهذه المباراة. لم نعهد ولم نلف أن نشاهد مثل هذه الصور، لم نعهد ولم نألف أن نشاهد مثل هذه الصور. علينا الأمور ربما ستصحح. الجماهير تم إبعادها تماما على أرضية الملعب على رقعة الميدان. و